البصل من أقدم المحاصيل الزراعية في العالم، فقد عرف في عصور ما قبل التاريخ في الهند والصين والشرق الأوسط، وكان ذا مكانة عظيمة عند المصريين القدماء، وترجع تسميته إلى كلمة أونوس وتعني واحد باللاتينية. أما نباتياً فهو عضو في عائلة النرجسيات التي تضم أيضاً الثوم والكراث، وتمتاز هذه العائلة بالطعم اللاذع والمزايا الطبية، وعلى رأسها الوقاية من مرض السرطان. للبصل أنواع عديدة، أهمها البصل الأبيض والأحمر والأصفر، تتشابه في عدد كبير من الصفات وقد تختلف في بعضها. ومن أهم أوجه التشابه بين البصل الأبيض والأحمر أنه يتشابه بدرجة كبيرة في النكهة والرائحة والقيمة الغذائية، إذ يتميز كلاهما بنكهته الحلوة نوعا ما والمقرمشة، ويحتوي كل منهما تقريبا على المقدار نفسه من السعرات الحرارية وفيتامين جي والكالسيوم والفسفور. أما الفرق بين البصل الأبيض والأحمر فيتمثل بسماكة القشور، حيث يكون البصل الأحمر أسمك منها في البصل الأبيض، ولذلك يفضل استخدامه في سلطات وصلصات فضلا عن طرق الاستخدام المطبخي، الذي يستخدم البصل الأحمر بكثرة في المطبخ الأوروبي والآسيوي، بينما يفضل المكسيكي استخدام البصل الأبيض في وصفاتهم. من ناحية الألياف فإن الفارق بسيط، إلا أن البصل الأحمر يحتوي على كمية أعلى من الألياف، وهي جرامين لكل 100 جرام مقارنة بجرام فاصلة 2 لكل 100 جرام في البصل الأبيض، بالإضافة إلى أن الاثنين يعتبران من مضادات الأكسدة، لكن البصل الأحمر يعتبر أكثر مضاد مقارنة بالبصل الأبيض.